السؤال الأول لكتابنا، يقول السائل: دعوة الكتاب والسنة دعوة علم وعمل، ما هي حقيقة هذه الكلمة أمام الواقع العملي والأمان المرجوة؟ الحقيقة هي كما جاء في السؤال، ولكن قد قلت أنا آنفا تعليقا على حديث ذلك الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، وتابعت كلامي وقلت أن من الفرائض الابتعاد عن المحرمات، وأن الإنسان عليه أن يجمع بين الاتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، قلت في أثناء هذه الكلمة، وأن يفعل من ذلك ما يستطيع، وإذا كان يستطيع يضم إلى ذلك شيء من الطاعات والعبادات الأخرى التي هي غير واجبة فذلك خير وأبقى. الشاهد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس اليوم في الحقيقة، وأعني بالناس الذين يهتمون بدينهم ويلتزمون أحكام شريعتهم، ولا أعني أولئك الآخرين الذين في الصنف الأول من الناس الملتزمين لأحكام الشرعية، هم حيارى ماذا أو كيف يسلكون وكيف يعملون في الإسلام. والإسلام اليوم محكوم بأحكام غير إسلامية وبدول لا تحكم بما أنزل الله، فما العمل؟ نقول نحن كلمة مختصرة، والبحث هذا طويل الذيل، نقول كلمة مختصرة جدا قرأناها لأحد الدعاة الإسلاميين رحمه الله، وهي عندي كأنها من وحي السماء ولا وحي بعد رسول الله، ولكن هناك الإلهام. تلك الكلمة هي التي تقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. اليوم هناك جماعات كثيرة جدا، كل جماعة تدعي أنها تعمل للإسلام وتعمل لإقامة حكم الإسلام والنظام الإسلامي في الأرض، وبعضهم يكاد قد مضى عليهم نحو قرن من الزمان ثم لا شيء إلا الهتافات والصياحات. ما هو السبب يا ترى؟ السبب أننا لا نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الجماعات لا تفكر إطلاقا بتهذيب النفس وإصلاح الأفراد ووضع القاعدة التي تبنى عليها الدولة أو يتحقق بها المجتمع الإسلامي. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة جاهلية جهلاء ترتكب مختلف المآثم والذنوب، ومع ذلك فقد ظل نحو أكثر من 10 سنين، بل بالضبط 13 سنة، وهو يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهو لا يجاهد ولا يقاتل ولا يحرم الخمر والميسر وقتل النفس البريئة بغير حق إلى آخره، وإنما أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت 13 سنة هكذا. ثم هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة، وهناك بدأت الأحكام تنزل بشيء من التفصيل، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس للدولة المسلمة بعد أن أوجد الأفراد ورباهم عليه الصلاة والسلام على عينه، وأحسن تأديبهم
ووثق من تربيته إياهم، فأصبح يقينا يشعر بأنهم يفدونه بكل شيء، بأنفسهم وبأموالهم وبكل عزيز لديهم. بعد ذلك بدأت المعركة بينه وبين العرب وبين اليهود، وهذا سيرة طويلة تعرفونها. الشاهد أن الرسول عليه السلام أول ما بدأ إنما بدأ بتأسيس قاعدة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير من الجماعات الإسلامية اليوم حريصين على إقامة الحكم الإسلامي، ولكن يصدق فيهم قول ذلك الشاعر العربي أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كل من يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أقول بعد أن أوضحت لكم معنى السنة، كل من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتم معنى السنة المنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فلن ينجح أبدا الحياة، لن ينجح، لأنه لم يسلك الطريق التي سنها لنا الرسول عليه السلام. قال في الحديث الأول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالذين يريدون إقامة حكم الله في الأرض إذا لم يسلكوا الطريق التي سلكها الرسول عليه السلام فلن يصلوا إلى بغيتهم بتاتا، بل كلما تأخر العهد بهم كلما ابتعدوا عن الهدف الذي وضعوه نصب عيونهم. كيف لا وعامة العالم الإسلامي اليوم وفيهم الأفراد الذين ينتمون إلى كثير من تلك الجماعات لا يعرفون بعد معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان هذا الأمر الإلهي الموجه إلى أمة الرسول عليه السلام في شخص الرسول، الخطاب لمن؟ فاعلم خطاب لفرد، لكن هو في الواقع الخطاب لأمة الرسول عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام رسولا للعالمين رحمة جميعا لهم، بلا شك هو يعلم معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. فحينما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو من باب، وإن كان هذا ربما لا يناسب لكن لا بأس، هو من باب الكلام إلك يا كني، لكن اسمعي يا جارة. فالخطاب هذا ليس للرسول في القصد والمرمى، في اللفظ هو له، لكن في القصد والمرمى لمن؟ لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة الرسول الآن تبلغ الملايين المملينة، لا أعنيها بكلامي هذا، وإنما أعني بهذا الكلام الجماعات التي تعمل لإقامة حكم الإسلام في الأرض. هذه الأمة هل علمت؟ هل ائتمرت بهذا الأمر الإلهي الذي وجه إلى الأمة جميعا في شخص نبيهم عليه السلام؟ أقول مع الأسف لا، أقول مع الأسف لا، أكثرهم لا يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة. هم يقولونها بلا شك، وقد قالها من صار تحت ضربة السيف، لكن هو يعلم؟ الله أعلم. مع ذلك لما قالها هذا الرجل ولم يثق المسلم حينما رآه قالها تقية، لم يثق بهذه الكلمة فضربه وقتله، لكن الرسول عليه السلام الذي جاء بشريعة تمشي على ظواهر الأمور
قال له ألا شققت على القلب؟ فما يجوز إجراء الأحكام هكذا في بواطن الأمور لأنها لا يعلم إلا الله عز وجل. لكن المسلم الذي يرجو أولا النجاة من الخلود في النار بسبب الإشراق بالله عز وجل، وليس هذا هو فقط الذي يرجوه هؤلاء، وإنما يرجون أن يقيموا حكم الله في الأرض. هؤلاء الناس ينبغي أن يكونوا في الحقيقة نخبة المسلمين، نخبة الأمة الإسلامية التي خطبت بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فهما وعملا وخلقا. فأين هؤلاء وهم بعيدون كل البعد عن فهم كلمة التوحيد، فضلا عن تفصيل هذه السنة التي ذكرنا فيها حديثين اثنين: فمن رغب عن سنتي فليس مني، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. إذن نحن الذين ننتمي إلى جماعات عديدة كلها تشملها دائرة الإسلام، يجب أن نتفق على كلمة سواء. ما هي هذه الكلمة سواء؟ ليست الكلمة هي كلمة لفظ يتلفظ به أحدنا ثم هو لا يدري مغزاها ولا مرماها، وإنما نتفق على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا يشرك بعض ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله، هل هناك في كثير من الأمة المسلمة التي خطبت بتلك الآية الكريمة من يعبد غير الله؟ البلاد الإسلامية ممتلئة بعبادة المسلمين لغير الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يشكر لا يعلمون ولا يشكرون رب العالمين الذي أرسل إليهم هذا النبي الكريم وتركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالكلمة السواء عودا إلى الكتاب والسنة فهما وعملا، وبدون ذلك لا حياة للمسلمين إطلاقا. هذا الذي يجب أن نعمل فيه، ويجب أن لا نستبق الأمور ونفعل أو يصدق علينا تلك النكتة التي تروى عن ذلك الراعي الذي كان يرعى غنم أهل القرية، فجلس ذات يوم في خيمته متواضعة وقد علق في تحتها القدر الممتلئ بقليل من السمن الذي جمعه من الغنم، فجلس ذات يوم في الظهيرة يرتاح وأخذ يفكر أنه أنا بكرة بيكثر مالي وبتزوج وربنا عز وجل يرزقنا من الأولاد وبصيروا يعاونوني، وإذا واحد منهم ما بيسمع كلامي والله لأفعل وارفع العصا هاي واضربه، وما راح غير العصا ضربت الجرة فوق راسه وتلبست السمنة بدنه كله. فهذا عم يفكر في الخيال، فعليه أن يعمل ما فرض الله عليه من طاعته وفي حدود ما يستطيع. نحن الآن نستبق الأمور، نفكر كيف نقيم الدولة المسلمة، كيف نتخلص من هذا الظلم وهذا الذل المحيط بنا من كل جانب، بينما الدويلة الصغيرة
التي أمرنا ذلك الحكيم بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه الدويلة الصغيرة بعد ما أقمناها في قلوبنا، فكيف نقيل هذا الصرح الشامخ؟ هذه الدولة العظيمة التي تحتاج إلى منيات من المسلمين ثقافة إسلامية عامة بالإسلام كما قلنا آنفا، فهما وتطبيقا، ثم تحتاج إلى نوايات معينة جمعوا من العلم الذي يحتاجه المسلمون اليوم في العصر الحاضر ما به يتحقق الفرض الكفائي في تعبير الفقهاء. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ييسر لنا الطريق التي إذا سلكناه هذبنا أنفسنا وكنا لبنة صالحة لإقامة حكم